يا نوار، فيني أعرف ليش ما عم بسمع صوت موسيقى عالية من عندك؟ فهمني ليش؟ يا إلهي، بدك تجننا، بدك تجننا، بدك تجنن أبوك. مجنون أنت شي، مجنون. لك أمي أنا شو عم بعمل؟ عم بدرس، بس عم بدرس. لك شايفتك عم بدرس، شايفتك ماني عمياء. لك الله ياخذني قبل ما أشوف المنظر. والله إذا إجا أبوك يا بيذبحك يا بينجرك هو. لك بدك تضعنا من العرق. إيدي 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 وقوم لإيدك. أي 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 شغلة تنفع. نوار شو في؟ شو كان عم يعمل؟ وينك احكي؟ يا رجال طول بالك واستهدي بالرحمن وخزي الشيطان. كنت عم تدرس ما؟ ايه كنت عم تدرس. ولك بدك تجنني انت؟ بدك تجنني؟ بدك تجيب لي جلطه؟ ولك انا كنت متمني فوت لقيك ماسك البلاي ستيشن بايدك وعم تلعب. عم تدرس؟ ولك شو هالبلوي اللي عم بلاني اياها؟ ومرة حلف لك؟ طول بالك يا رجال. يا ابي يعني انا حلم حياتي اني ادرس طب وصير دكتور، وهي الدراسه يعني كثير صعبه وبدها هز كتاف. شو قلت؟ ما سمعتك. شو بدك تصير يا حبيب البابا؟ دكتور؟ ولك دكتور؟ ولك بدك تطير لي عقلي انت؟ بدك تجنني؟ ولك اخ 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 انا وين بدي ودي وشي من العالم؟ ولك انت مجري الفؤاني؟ ولك انت ضايع بالمره؟ لك انا بشتهي تفوت لي يا بابا انا صرت موديل يوتيوبر بلوجر. لك اخ لك ابني والله بشتهي اعمل لك شي شير لايك. ولك اخ اخ ابن جيراننا حسام بيشو احسن منك، كل يوم بيجيب اكثر من مليون لايك، بس انت مالك فاضي. لك بدك تصير دكتور. انا رح ضل ساكتي ما رح اقول له. ابني بوزي بوزي لك لا تخبري. الله يخليكي. لا بدك تحكي. هلا بدك تحكي لي شو كان عم يعمل؟ شو في كمان؟ بصراحة ابنك ما عنده فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا حتى تيك توك ولا سناب شات حتى. طيب معلش حضرتك تقلي شو بدك اعمل حتى اعمله؟ خلص ولك انا حضرتك قال. ولك انا ما بدي اقول لي حضرتك، انت بتقلي شو بدك مو حضرتك. طيب لك يا ابي شو بدك؟ لك يا ابني ما بدنا شيء، والله ما بدنا شيء، شوية مياعة على شوية بندقة على شوية فجور. لك مو مش أنا مش أنك مش عن حياتك مش عن مستقبلك. لك يا مرة علمي يعلم تطب جنابة. طيب ابي خلاص والله بعمل اللي بدك اياه. الله يخليك بس انت ما تتضايق. لا تزعل خلاص امرك رح اعمل كل شيء بدك اياه. بعدين فيك تفهمني انت ليش ما بتمشي مع بنات؟ ليش ما بتلعب بعقول بنات الناس؟ ولك انت شو بدك تجنني؟ لك بعدين منين جايب كل هالادب والاحترام وهالاستقامه؟ لك بدك تموتني اذا بدك تموتني. صحيح انت ليش ما بتمشي مع بنات؟ ليش ما بتلعب بعقول البنات؟ خلص ابي اهدى ابي اهدى الله يوفقك ان شاء الله صحتك. والله خايف عليك يصير لك شيء. ولك اذا من حق بتهمك صحتي وداير على صحتي انت بتعمل لك شيء شغله هيك تفرحني؟ ولك شيء شغله تخليني انبسط فيك؟ لك بشتهي شي يوم شوفك ماسك لك كاس ويسكي وعم تقدحه. لك انت شو؟ لك كيف عايش؟ ما بعلك مثل الشباب؟ لك رح تجنني رح تموتني انت. خلص ابي خلص وحياتك بعمل كل شيء بدك اياه، بس روح مشان صحتك الله يوفقك. طيب لنشوف بكره بيدوب المرج وبيبان الثلج. لك يعدمني اياك ما بتعمل الا الشغلات المنيحه.